أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية سماحة الأمين العام في آخر اتصال يبلغ الجميع جميع الحضور السلام والتحية ويخص الأستاذ يحضر سيادي على تلبيته لهذه الدعوة وتشريفه لنا في هذا المنتدى الذي يقام إجلالا وتكريما لمطالب شعب ومطالب أمة ناظرت وستناظر إلى أن يستقر بها الحال وتحقق مطالبها عن قريب إن شاء الله. في هذه الليلة نستضيف الكاتب والسياسي المخضرم أستاذ يعقوب سيادي، وهو غني عن التعريف إلى الكثيرين من أبناء هذا الشعب، حيث سخر قلمه وسخر مواقفه دفاعا عن مطالب هذا الشعب ودعما لتطلعاته وشعاراته. في هذه الليلة يتحفنا الأستاذ يعقوب في محاضرته حول الحقوق والمطالب. الحقوق كيف هي وكيف تنشأ، والمطالب كيف هي وما هو الفرق بين المطالب وبين الحقوق، وما هو الجذر التاريخي لكل المطالب أو لمنظومة الحقوق التي نحن الآن بصدد الحديث عنها. لا يمكن استباق الحديث أو الدخول في هذا الموضوع من دون أخذ مشهور أفكار وما يتحفنا به الأستاذ يعقوب الآن، وبعدها ستكون هناك المحاورة وتكون هناك الأسئلة بما يثري الحوار ويثري النقاش إن شاء الله. تفضل أستاذ. شكرا. والله هذه شكرا أستاذ عباس على الأطراء والمخاطرة ماني بمخاطرة. قدامك. طبعا انا يعني سعيد بحضوري في هذا المجلس، وكان سعادتنا ستكتمل وتلتم اكثر لو كان حضور شيخنا الشيخ علي سلمان فيما بيننا. طبعا ندعو له ان يوليه الله الصبر والثبات وفرج قريب ان شاء الله. يعني اعذروني، أنا ممكن حضور لأول مرة فما كنت محتاج على النمط المتبع، فكنت في حيرة بأمانة بأن عدها كورقة ندوة أو عدها كمحاور أو رؤوس أقلام أو حواري مفتوحة تلقي أسئلة حسب ما يعني المشغول به كل فرد من الحضور، فتهت في المتوهة كل هذه. فأنا يعني اخترت الأبسط على الأقل على جانبيان يعني. فبرحمة نولها على طريقة المحاور اللي بنثبت فيها بعض الأمور اللي أعتقد اللي تحتاج أن تكون واضحة عند الجميع. يعني الحديث كما أوصي بعنوان حق هذه المشاركة أن يكون المطالب والحقوق في البحرين لكل الوطن والمواطنين. أنا طبعا بقناعة الفكرية أن هي المطالب في كل مكان في العالم، مطالب تمس الإنسان ليس البحرين بحد ذاته، وأكيد مطالب طالما كانت حقوق فستكون للوطن ولجميع المواطنين. ففي المحاور بتناول المحور الأولاني مقسم لألف وباء وجيم، سريعا بقرها بعد عشان ما نضيع الوقت. المطالب والحقوق الشعبية على وجه العموم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني المطالب والحقوق المواطنية العامة مثال الكرامة الحرية المساواة، وهي تلك الحقوق الواجب توافرها واستمتاع المواطن بها سواء عرفها واحتاجها أو لم يعيها ولم يرها. يعني ما في تقول أنا ما بعطيك الحرية لأنك ما تعرفه، لا، أعطي حريته ووعي بعلم الأمور كلها. يعني هذا هي مبادئ في الحقوق العمومية حق المواطنين اللي لا تستقيه المطالبة بها حتى لم أطالب بها، أنت طلبت بها راح تمنحها لي أنا أيضا. وهذا اللي حاصل حقيقة في البحرين نتيجة الحراك، كل مطالب رفعت ما رفعت لأجل فان فلتان علان، رفعت من أجل جميع مواطني البحرين. فهذه الحقوق العامة أو المواطنية العامة. هناك أيضا مطالب وحقوق فئوية محدودة
مثال مع التغيرات الدينية، تفرعاتها المذهبية، ومنها أيضا حقوق الأمن والسلام المهنية، بمثل ما هناك تلك الخاصة بالجماعات المتفارقة في العادات والتقاليد، وهي حقوق فئوية يصونها كامل المجتمع سواء لنفسه ولغيره. يعني كوني أنا يعني أنتمي لي أو أدين بدين، عندي حقوق الآخر يحفظها لي في ديني، يحترم معتقداتي، يحترم عباداتي، بالمقابل أيضا هذا أنا مطلب فئوي لفئتي، أنا فئتي من تبع ديني، الدين الآخر بنفس المثال. أيضا في الفروع الدينية المذاهب، يعني ما أنا يعني أنت كونك سني وأنا شيعي، يعني ما يعني أن أنا يعني أن أنا الأبقى وأنت المنتهي، ظل الأمور عملياتنا لكل من له حقوقه. فيعني بعد ما تحكى على الحقوق العامة، حتى في الفرعيات أيضا هي حقوق ويجب على الجميع أيضا صيانتها لنفسه وللآخر. طبعا في الجزء الثالث هو المطالب والحقوق الفردية الخاصة، مثال حق الجار على الجار، توجيه تبرعات صدقات، يعني ممكن أنا بشكل خاص بأنا أقرر هالقرار هذا وحقي أنا أصرف فيه، لست ملزم بمعيار عام في الحقوق. يعني محاولة لتوصيف أو للتفريق ما بين أنواع المطالب والحقوق من جانب واقعها أو تأثيرها في المجتمع. المحور الثاني طبعا أكيد توجب التفريق بينهما، يعني أي الحقوق والواجبات، أي الحقوق والمطالب. البعض يتحدث عن حقوق المطالب وكأنها يعني شيء واحد، أنا يعني في تقديري أن المطالب هي الوسيلة اللي أنت تنتهجها أو تتبعها أو تمارس عبرها ممارسات من أجل أن يا أما أنك أنت تستجلب حق أو أنك تثبت حق أو توجهه إلى صاحبه بمعنى في حقه هذا بشكل عام. ولكن توجد تفريق بينهما والمطالب في حالات كل منها من ناحية فعلية، فعلية الحاجة والإشباع أيضا بموزعها مع البقر عبر مثلا شكرا أوضح، ولكن يتوجب التفريق بينهما الحقوق والواجبات والمطالب، وفي حالات تفرق في حالات كل في حالات كل منها أكثر من حالة حق الحالة اللي قاعدين قبل شوية ثلاثة، من ناحية فعلية الحاجة والإشباع على وجهها الثلاثة، بمعنى نعتمد على وجه النشوء، يعني الحق، الحق من أين يأتي؟ لا بد ما ننشئ هناك حق، أوكي؟ وجه النشوء، ومثالها معرفة الطرف المعني بها، متى تنشئ لي حق أنا؟ لما أعرف أن هذا الحق حقي، إذا أنا ما أعرفه بالنسبة لي ما هو حق، ما موجود، ما أنشئ، يعني لم ينشئ بعد بمعنى. فالمعرفة، معرفة الطرف المعني بها سواء الفرد أو الجماعة أو المجموع. البعض على سياق الموضوع، البعض يعني يدفع باتجاه انه يعني ليش ما طالبت بحقك انت الفلاني؟ طبعا في ذاك الفتره ما كنت عارف ان حقي اصلا، هذا ما يسقطك حق عني انا يعني، اذا حق عام تحديد، عارف كيف؟ المفروض في لحظه معرفت به ومطالبت به هي معناته ان انا رقيت الى ان افهم لحقي وطالب فيه، فيعني حقي كان قائم عدم معرفتي، لكن ايضا معرفتي يظل قائم وبالتالي تاتي مطالبتي له، عدم مطالبتي ما يسقطك حق خاصة في الحقوق العامة. طبعا أيضا في وجه الفقد وقوامه الحاجة لها، يعني إذا أنا ما مفتقد الشعور بالجوع ما أفكر في حقي في الشبع، إذا أنا شبعان يعني ما أفكر في حق في شيء اسمه شبع عندي يوم أجور لي. أو معنى آخر، إذا الحق توفر لي ومارسته وحفظ لي من قبل الآخرين سواء على السعر الرسمي كالدولة أو الأفراد أو حتى يعني على أبسطته حتى، فما يعود في هناك حتى مطالبة إلا أوريدي موجوده، أوكي؟ فموضوعة الفقد وقوامه قلنا الحاجة حق هذا الحق هو أيضا يعني يفصل أن يكون هذا حق أو غير حق. يأتي أيضا الوجه الثالث وهو وجه الإشباع والكفاية، يعني الحق الناقص ما زال شيء هناك مفقود فيه، يجب أن يكون الحق يعني بكامله مصون ومتمتع به عند الفرد أو عند الجماعة الفئة يعني أو حتى على الصعيد العام. طبعا هو قوام سد الحاجة الفعلية من نقصها أو وعدمها، يعني ما يكون لا معدوم ولا نقص، يجب الكمال فيه. بناء على التفاصيل العالية اللي تكلمنا فيها تبين لنا ضرورة الانتباه لما يلي. واحد أو ألف، عدم الخلط بين المطالب والحقوق، فالمطالب هي وسيلة تعبير عن طلب تحقيق حاجة أو رغبة،
والحقوق هي قرار المجتمع بهذه الحاجات والرغبات، سواء للفرد أو للفئة والجماعة أو لجميع المواطنين، حسب ما فصلنا الحقوق الثلاثة: العامة والفردية والفئوية. باء تفصيل وتقييم المطالب والحقوق وتنويعها بين أقسامها الثلاثة كما في المحور الأول. لابد أن نفهم عملية يعني التمييز ما بين الحقوق الفردية أو الفئوية أو المواطنة العامة، وبالتالي هنا تأتي عملية الموقف منها. يعني أنا ما تعنيني مثلا مطالب فئة غير فئتي، مو بأني المعني بها يعني، لكن واجب علي عشان أنا أصون حقوقي أنا كفئة أن أدعم وأصون أيضا فئة حقوق الفئة الأخرى. ما أدري جميل صح على تحت. أيضا النقطة الأخيرة في الموضوع الانتباه إلى تحديد الفئات المجتمعية المرجو فيها الاستجابة بالمشاركة في رفع المطالب إلى الجهة المعنية، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو الأممية. هنا النقطة تحتاج شيء من التفصيل شوية. البعض لما يرفع مطلب بناء على أنه طلب لفئته يتوقع أن الفئة الأخرى تدعمه، لكن طالما الفئة الأخرى لا تفتقد هذا الحق فليست هي مدعوة لأل إلا بالمواقف التعاطف، يمكن بإنتال على موقف أخلاقي أكثر من موقف حقوقي. تفرق العملية في الحالة دي. قصدي أنا إنسان لما أنا لما أرفع مطلب يعمني وعمك، أنت بتكون يعني بكل جرأة، يعني الرجل هذا طلب ما يعني لنفسه، ما أحتاجه أنا بالذات أيضا أو يعني بشترك في الصفة فيه صفة المواطنة. فلما ترفع مطلب مواطني يعمل عالم جميعا تتوقع أن الكل يشترك معك في موضوعات المطالبة فيه، لكن لما تأتي حق مطلب خلينا نقول أبعد شوية من الفئوي إلى مطلب الشخصي، يا أخي يعقوب طلب أنا أعطوه مال ما أعطوه، شو نسوي فيه أنا ما أعطوه مال؟ يعني حيشتغل يا أخي يتاجر كبد يعني يتصرف كيف مكان يعني، فما في علاقة عالم تدعمك في مطلب فردي بمعنى. بعد انتباه هذا بجي حق وصلت للمحور الرابع، وهنا نستطيع أن نحاكم أي مطلب وحقوقية أي وضع أو حالة من الناحية الحقوقية، وهي الغاية وهي الأساس للصفة العمومية. عادة الناحية الحقوقية هي المعيار اللي يعمل الناس يعني على أوسع مدى، بغير عملية مثلا طبعا هي الأساس للصفة الغاية في القبول والإقرار لحقوق الفئات الثلاث اللي ذكرناه في المحور الأول. وكذلك من الناحية السياسية، من حيث أن السياسة هي الوسيلة وليست الغاية. يمكن هذا الموضوع تداول أثناء الحوار أكثر من بل ما أطيل عليكم أكثر من كذي، بس يجب استيعاب أن العملية الصفة العمومية حق الناحية الحقوقية هي الأساس يعني إركاز هذا الحق. هو هل هو حق أم غير حق بمعنى لما يعم العموم معناته حق عام، وستعيب أو ستعنب من لا يشترك معه في المطالبة به أو يعني تعد منه قصور عمليا على غير موضوعات. يقدر يختلف الوسائل، يعني واحد يرفع مثلا المطلب عبر رسالة حق زعيم قبيلة أو شيخ من المشايخ، وهذا أقصى ما يمكن يسويه، لكن في الأخير هو على الأقل رفع المطلب بيشترك معك، على عكس الآخر اللي مثلا حتى ما يعني ما التفت للموضوع هذا لأنه ما يهمه، أنت حر ما بحر هو ريال مرتاح. فتفرق بين هذا بين هذه. طبعا من ناحية سياسية لحد ما ذكرت أن هي الوسيلة وليست الغاية، لأن الممارسة يعني هذا الفعل حق رفع المطلب هو عمليه ممارسة سياسية عمليا في تقديري، ولذلك تتفاوت الأمور فيه بمثل السياسة أيضا. يعني هناك من لو أنت في منصب أو في مركز اتخاذ قرار بعلاقة مع دولة أخرى على افتراض، طب هذا القرار هل حقوقي؟ ما العلاقة بالحقوقية؟ فهذا موضوع سياسي يعني كموضوع اتخذ في قرار. لكن لما نأتي حق يعني خلينا نتكلم عن مثلا معاملة السجين في السجن على افتراض، معاملة السجين
أو المسجون أو الموقوف. هلا دكتور مرحبا. هذا حق عام، لأن لما أنا بطلبه لأن أنا مسجون وأنت في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في 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 بيتك وبين أولادك، إذا أنت ما شعرت فيني، لأن هذه مسألة يعني مبدأ عام، مبدأ إنساني، بمعنى أن هذا الإنسان يستحق أن يعامل بمعاملة لا تمس بإنسانيته أينما كان، سواء كان في بيته أو حتى في يعني زنازين أو ما شابه. ولذلك الموقف منها بالدعم في حالة المطالبة فيه أو على الأقل استثارتها أو يعني معالجة هالمواضع كلها هذه، هذه أكثر تكون ممارسة سياسية، لكن ممارسة سياسية هو وسيلة للأساس اللي هو دعم الحقوق أو مطالبة بها. الخلاصة من ناحية الحقوقية طبعا اللي هو عندي هذه نقطتين بوجهات على السريع. الخلاصة من ناحية الحقوقية، لا خلاف لا مبدئي ولا تكتيكي حول القبول والدعم لمطالب وحقوق كل الأفراد في صفة حقوقهم الفردية، ولكل فئات المجتمع وجماعاته في صفة حقوقهم الجماعية الفئوية، يعني أطلع من فرد لأكبر لأكبر، سواء الدينية ومذهبية أو العرقية حتى العرقية، والمبنية على العادات والتقاليد واحترام تلك الخصوصيات. كل الجميع يحترم خصوصيات الآخر ولا يسيء إليه في معتقداته. بها القبول والمساندة العامتين وبقوة لجميع المطالب والحقوق المواطنية العامة. هذا ما اختلف مع أي حد فيها، أنا ما له علاقة بي أنا بك أنت، كونك مواطن كوني مواطن هذا حق، هذا حقك مثل ما إلي إليك، المساواة ما بين جميع المواطنين. والحقوق المواطنية العامة المتلخصة غالبيتها، أنا حين دخلت في وضع بس من قبل ما أشير له وضع البحريني، فقلنا القبول والمساندة العامتين وبقوة لجميع المطالب والحقوق المواطنية العامة المتلخصة غالبيتها في وثيقة المنامة، مع التأكيد على أن تكون أي توافقات لانتشال الوضع الحقوقي والسياسي البحريني موثقة ومضمونة سلامة تطبيقها دوليا وأمميا. يعني إن شاء الله بنسوي لكم يعني مواضيع، أعتقدنا العالم تجاوزت هذه العقلية حكم التجربة، وكفانا عشان ما يزيد شوية. الخلاصة من ناحية السياسية وموضوع الوسيلة أي المطالب وطرق رفعها، فهنا لا ينفع التقييم والرأي إلا من خلال، طبعا تكلمني عن الخلاصة من ناحية السياسية وموضوعها الوسيلة، تحكي عن المطالب وطرق رفعها. عن هني يمكن كانت خاصنا بسترسل في موضوعة ما حصل، بس بتعيد في الأخير أنه ليس يعني لا المكان ولا الزمان لهذا الحدث، فهنا لا ينفع التقييم والرأي إلا من خلال ورشة خاصة بذلك، يعني تتداول الموضوع بشكل تفصيلي وأيضا معنيين فيها. لا يمكن الحديث عن حد غايب في سجن ولا حتى يعني تتناول رأيه أو موقفه، ما من حق حد إلا بحضوره. يعني عموما هذا طرح عام، من الآن نتكامل بالحوار.